مشاهدينا بنرحب فيكم بحلقة جديدة من أيادي مسؤولة من أستراليا، على أمل أنه نكون هيك عم نضوي على فعلا أيادي مسؤولة ببلد الاغتراب، هالأيادي اللي رفعت اسم لبنان بأعمالها وبحضورها، وبشرفنا أنه ما نقول عنهم مجرد جالية، إنما هن فعلا أبناء الوطن، هن سفر الوطن بالأحرى. اليوم اسمحوا لي رحب بالرسام جورج حيدر، رسام بنعتز فيه، لبناني وصاحب جالوري. طبعا بالريبورتاج رح نطلع على الجالوري الموجودة عنده، ومنشوف هلأ معه شو أنواع الرسم اللي بيعمله، ومنشوف من أي متى هو موجود هون بأستراليا. أهلا وسهلا فيك أستاذ جورج. فيك التأهيل، يا هلا بأرسل. شكرا. شو رأيك هيك أنه فعلا أنتو اليوم اللبنانيين الموجودين ببلاد الاغتراب، أنتو ما نكون جالي، أنتو سفرة للبنان بأعمالكم. يعني أنا من غاية ما وصلت على أستراليا لحد هلأ ما عم شوف غير كبار اللبنانيين. تسلمي. الحقيقة أنا كتير كمان متأثر بأشخاص كتير التقيت فيهم. أنا كنت بسيدني أصلا وجيت على ميلبون، صار لي فترة طويلة بميلبون، تعرفت على كتير أشخاص لبنانيين مثل ما أنا كنت تحكي بنرفع الرأس فيهم. بتأكد إنه اللبناني مفروض إنه يكون دائما يفكر إنه يعطي فكرة حلوة عن لبنان وين ما يكون بأي بلد اغتراب. خبرنا شوي هيك عن بداياتك أستاذ جورج. أنا الحقيقة بدايتي الفنية بلشت كان عمري 14 سنة، ما كنت أعرف إنه عندي هالموهبة هيدي. اكتشفها أحد الأساتذة، بعدني بتذكر وبتوجه له، يعني الله يرحمه توفى، اسمه نجا الشيخ من المدرسة من أميون، كنا نتعلم، كان هو أستاذ عنا، كان يعلمنا رسم. إجا على الصف ورسم سلة ورد، وأنا ما كنت كتير مهتم بالرسم، فكنت عم أحكي أنا وصديقي، فشلت ورقة وقلم وطلعت بالسلة رسمتها بسرعة وطبيت الورقة وقعدت كفي حديثي. صديقي قال لي بترسم لي واحدة، هيئتك شاطر. قلت له هيك رسم لك واحدة، رسمت له واحدة وقعدنا يعني كل العملية شي 20 دقيقة، يعني هو معنا ساعة نرسم واحدة. هو أخذت معه نص ساعة رسمها على اللوح. بعدين هو عند يقرأ بكتاب طلع لقونا عن نتحدث مش عن نرسم. إجا يبقى قاسي، يبقى يضربنا، كان يضربه بهذيك الوقت. قال لي ليش مش عم ترسم؟ قلت له أنا خلصت رسمتها. وينها؟ قال لي شايفها هيك. قال لي هلأ رسمتها بهالسرعة؟ قلت له إيه. سأل رفيقي قال له أنا كمان خلصت. فرجع قال له اللي رسم هاي رسم هادي. عرف بالآخر إنه أنا رسمتهم. قال لي خليك على الظهر عاوزك. فقلت له رايت. أنا فكرت إنه أكلتها، يعني هلأ حيكون في عنا مشكلة. anyway على الظهر قال لي انت شخص مش عادي بالرسم، انا بشجعك انك ترسم وتضل ترسم. اعطاني عنوان احد الجاليري بطرابلس، كان قال لي بتروح قول للبابا انه جيب لك الوان وعده رسم، وعملنا هيك بالضبط. كان يوم جمعه، فانا بسبت احد قعدت ارسم، عملت ألفت لوحة من عندي، تنين أخذت له إياها فرجيته إياها بدون طول شرح. يعني بعد شي شهر شهرين صار هو يطلب مني أرسم له صورة له، لأنه كمش أو قدر يكتشف موهبة عندي موجودة بس أنا ما بعرفها. ومن هناك بلشت اهتمامي بالرسم. يعني وباللبنان كان عندك فرصة يكون في معارض وهيك ولا لا؟ بلبنان كنت أرسم بس ما عملت معارض، بس انعرفت بالرسم، فكنت أرسم وكنت أهدي صور كتير لشخصيات كتير بلبنان. بعدين بعد فترة من الزمن طبعا صاروا يدفعوا مصاري حق الرسم، لأنه كان رسم كتير حلو. ما طولت كتير بلبنان بالرسم، ما انشهرت كتير بالرسم، حتى بالآخر جينا على أستراليا هون. خبرني هيك شو كانت أسباب الغربة؟ هو فعلا الحرب، أنت مثل ما بتعرفي اللي كانت اللي بلشت الحرب الأهلية، يعني كانت خطرة. وأنا كان عندي بهديك الوقت ولدين،
فقلت احسن شيء الهريبه يعني اطلع من لبنان نروح على بلد يكون امن شوي مشان تامني حياتي. ولما جيت كنت حاطط ببالك امل العوده ام كنت جاي وعارف حالك انك جاي تتعيش هون؟ لا بدك الحقيقه على طول بتحني انك ترجعي لانه نحن يعني هلا نحن موجودين باستراليا بس صدق ما نطلع على المحطات الاستراليه كل المحطات اللبنانيه يعني شيء بالدم موجودين بالجسد بالبلد انما فكركم كله موجود أبداً أبداً أبداً. شو انا شو يعني انا ليش بدي تابع مثلا سياسي بلبنان وعون وجعجع والاشياء هاي اللي كلها بالنسبه لي هون باستراليا ما بتعني لي شيء لما انا عايش بلبنان بس على طول بتحسي انك جزء من الشعب من الروح اللبنانية طبعاً. يمكن بتحس كمان انه المغترب مطلع على الامور الشؤون اللبنانية اكثر ايضا من اللبناني ذات نفسه. نعم عندنا نظرة بعتقد اوسع شوي لانه منا بقلب المعركة يعني نشوفها من بعيد صحيح فبشوف الشغلة من بعيد شايفها وضوح اكثر وضوح اكثر. يقال انه الألم يبري القلم بما يخص الكتاب. ألم الغربة شو أضاف على فنك؟ حلو السؤال جميل سؤالتك حلوة. الحقيقة بخليك تشعري بكل شيء عم تعمليه يعني أنا مثلا انشهرت هون بأستراليا كنت أرسم بطريقة تريديشنال كلاسيكية كلاسيكية أيوة نعم بالآخر لقيت أنه منه أنا يعني طبعا انرسمت قبل انعملت قبل فابتدأت بأسلوب بسميه سيمي أبستراكت الإيحائي يعني؟ يا إيحائي إيحائي بس مش 100% يعني نصف إيحائي نعم خلينا نقول نعم. نصف إيحائي يعني تطلع بالصورة نصف غامض يعني نعم أيوة ممكن تعرفي الأشياء اللي أنا أعملها ممكن أرسم بيروت تعرفي هذه بيروت بس معمول باسلوب طبعا باسلوب يعني ما بتفوت على التفاصيل بال أيوة بالرسم ايوه 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 اللي هي ايحائيه مثل ما انت عم تقولي بالضبط فبهالاسلوب هذا وجدت نفسي اني بقدر اعبر عن مشاعري بقدر اعبر عن حط احساس بالصوره وهذا فعلا كان اسلوب ناجح جدا بلشت من شي 12 سنه بهالاسلوب وكنت أعمل معارض بطريقة إفرادية بعدة أماكن بملبون وكل المعارض اللي عملتها نجحت بصورة هائلة حتى اليوم عندي تقريبا حوالي 200 آرت كوليكتر اللي هو هني اللي بيجمعوا الفن الفنون شغلتهم تجميع الفنون فهلا هني مهتمين بالفن تبعك إيش ما أعمل جديد بياخدوه فهيدي شغلة طبعا تتوصلي لها مفروض انك تجذبي الشخص بالشيء اللي عم تعمليه فواحدة من الامور اللي بسمعها دائما تعليقات للرسم اللي بعمله بيقولوا لي انت كماشت الاكس فاكتور اي دون نو بالانجليزي بالعربي الاكس فاكتور يعني الشغله اللي بتلفت النظر يعني اللوحه وقت نطلع فيها فيها شيء بتعمله بيجذب الشخص وبيخليك بخليه يتجاوب مع الصورة يعني حسب ما أنا شفت هيك ببيتك الصورة بتبقى عارف شو هو المكان بتحسها بين اللوحة وبين الحقيقة صحيح صحيح هذا اللي يعني نقوله نحن هذا إنه بين اللوحة وبين الحقيقة بين شو بيسموا هيدي المدرسة بالرسم هي المدرسة هيدي فعلا اللي لفتت الانتباه إنه ما انعملت قبل هلأ لأنه أنا الشيء اللي عملته والتعليقات اللي اجت من عدة مدارس للرسم اللي يعني يطلع بالصورة بيعرف انه الشخص اللي يعني يرسمها بيعرف مدارس الرسم كلها ولكن إلها طبع خاص لانه ما خلطت هالخلطة قبل هلا انه ينعمل الاشياء اللي هي امبريشنيزم والاكسبريشنيزم والمودرن ينخلطوا بالكلاسيك فهيدي المدرسه هيدي او ماني عم اقول انه انا بلشت المدرسه ولكن فكره المدرسه او حتى يمكن اتباع على هالمدرسه هن اقليه طبعا هي الفكره الخلطه بدي اقولها الخلطه اللي انعملت فيها هي كانت جديده ما انعملت قبل هلا وهي فعلا اللي سبب النجاح اللي عندي اياه هلا برسم لما وصلت على ملبورن صرت رسوم بيروت اكثر ضيع لبنان اكثر
صدق حبيت وبحب ارسم لبنان وبيروت تطلب مثلا صور هيك من الوطن او من خلال اللي بتشوفه بترجع بتنفذه؟ رسمت وقت كنت بسيدني، رسمت كثير ضيعة لبنانيه لاشخاص لبنانيين موجودين بسيدني بيعرفوا فيي. رسمت عدة ضيع ما بقدر اذكرهم كلهم يعني، بس كنت عندي لذة ارسمهم عن جد. رسمت مره بشري كمان، عندي اياها هون بعد اذا حابين بعدين تصوروها. اكيد. رسمتها بس قديم من سنه 79، يعني كان صار لي سنتين بس بهالبلد. حلو. قبل ما يخلقوا بنتي، قبل ما انسخلت كمان. قديش لقيت صعوبه هون تتبلش من، خلينا نقول كل مغترب يبدا من الصفر حتى تبني نفسك باستراليا وخاصه تثبت نفسك كفنان؟ هي مش سهلة، مشوار مش سهل، لأنه في فنانين كتير خاصة بإستراليا، يعني في فنانين كتير مشهورين بإستراليا. أنا بلشت أصلا مش كفنان، أنا بلشت طبعا هي الحياة تجي على إستراليا صعوبة، في صعوبة إذا عندك والدين وبدو واحد يهتم بأولاده. ولكن وقت بلشت أرسم، بلشت ارسم بس ما كنت عن اعطي اهتمام كثير للرسم. حتى مره من المرات كنت بالصدفه مارق وفت على جاليري، وبالصدفه كمان طلعت هاي الجاليري مشهوره كثير وعندها فنانين كبار فيها، فشفيتهم بعض الصور اللي بعملها، طلبوا مني اني ارسم صوره استراليه، اعطوني منظر استرالي، قال لي بترسمه اذا عجبنا فحنحطك بالجاليري بترسم على طول هون. قلت لهم طيب، كان معي اخوي فاعطوني الصوره. بعد اسبوع جبت له اللوحه، عجبته كثير، كانت عن ويسترن استراليا، محلات صحراء استراليه تبع الابروجينيز والكنغرو الى ما هنالك، في شجر بسموها ووتل تري او ابسايد داون تري، فمنظر كثير حلو، جسدته بلوحه فنيه حلوه، اخذها باليوم ذاته المسا باعها. حلو. فمن هنيك بلشت ارسم مع هالجاليري هيدي، اسمها كاسل مول جاليري بسيدني. بعدين عرفت مؤخرا انه واحده من اشهر الجاليريز باستراليا واكبر رسامين باستراليا موجودين فيها. حلو كثير. ومن هنيك كمان انطلقت، صرت ارسم بطريقه وصرت انعرف اكثر باستراليا. المنافسه نعم. هل بتعيشها ايضا باستراليا على الصعيد المهني؟ في منافسه بس ما بعتقد لدرجه انها بتاثر عليك، لانه الفنان هون خاصة الأسلوب اللي أنا عم استعمله ما في منافسة، لأنه ما بيرسم تيزيحك من الدرب، ما بيقدر بيرسم لأنه بحب يعبر عن الرسامين هون بيرسموا إجمالا مشان يعبروا عن طريقتهم، ما في هالمنافسة تيزيح واحد تاني عن محله، لا ما معنى ما بعتقد، ما شفتها لسه. ليش أكتر شيء اللوحات الزيتية اللي أثرت فيك أو اللي بتتبعها؟ الحقيقة أنا بلشت باللوحات الزيتية بالأويل بينتينج يعني، بس بعدين انتقلت للأكريليك اللي هي أسلوب أسرع شوي، لأنه كان بيناسب الأسلوب الجديد اللي عم استعمله، لأنه أسلوب سريع بسموه باللغة الفنية ألا بريما، اللي هو بترسمي الرسمات هي الساحة كلها wet on wet، يعني الساحة كلها طرية، الرسم كله طري ما بتخليها تنشف، فهذا الاسلوب بيناسب اكثر الاكريليك، فلهالسبب انتقلت للاكريليك. حلو. خبرنا اليوم عندك معرض، هلا هيك رح نطلع عليه ونشوفه، خبرنا هالمعرض خاص لك. هي حقيقه معرض مستمر هلا، اللي هي جاليري باسمي بمنطقه باستراليا، بهون بمنطقه اسمها هاي بونت سيتي، تقريبا ثاني اكبر شوبينج سنتر موجود بملبورن. بهذا المعرض طبعا هو معرض تجاري اكثر ما هو شيء ثاني، ولكن الجاليري اللي انا فتحتها هناك هي جاليري مستمره، وعندي كتير مثل ما قلنا قبل هلا ناس بيهتموا بصوري من كل استراليا، بيجوا من نيوزيلند، من كوينزلاند، من كل مناطق استرالية، كل ما اعمل شيء جديد ببعث لهم مسجز، بيجوا كلهم وبيشتروا الاشياء الجديده اللي بعملها. حلو. وكم لوحه صار في عندك؟ عندي كتير لوحات ما بنعد اللوحات، يعني تقريبا
بس ببيع كتير يعني كتير الناس بيشتروا بتقدم صور. كتير كمان وبقدم كتير كمان مزبوط معك حق ما بقدر أقول بالضبط قديش لأنه يعني فوق 1000 لوحة مثلا عامل ألوف اللوحات أنا بس قديش هلأ عندي ماني عددهم ما بقدر أقول لك يعني بالميات بس مش بالألوف نعم اليوم نحن بإطار تغطية مهرجان شهداء الجيش اللبناني اللي طبعا المشاهدين تابعوه معنا لأنه هالحلقة بس تنعرض بنكون اوريدي قطعنا الإيفنت وقدمت حضرتك بهالمعرض بهالمهرجان لوحة لفرانسوا الحج شهداء كتير سقطوا بلبنان وضباط كتير كمان سقطوا شهداء ودفاعا عن لبنان ليش فرانسوا الحج بالذات؟ الحقيقة يعني أنا تأثرت بموتة فرانسوا الحاج لأنه اللي بعرفه أنا ما كتير بتدخل مثل ما قلت لك بالسياسة ولا مع أي طرف من أطراف لبنان ولكن اللي بسمعه أنه شخص نزيه شخص شريف إنسان كان يعني ببشر بالخير نعم وانقتل ومش هو الوحيد اللي صار فيه هيك بلبنان صحيح. في كتير غيره كمان انطلب مني الحقيقة من السيد توني اني اذا ممكن شارك بهالفن هذا ارسم فرانسوا الحاج وانا كان عندي شرف اني قلت له ممكن ايه اكيد مع اني كتير كان عندي بهذاك الوقت اشغال كتيرة ولكن اعتبرتها قضية مهمة بالنسبة لي. شو كنت عم بتحس انت عم ترسم هاللوحة وشو الصعوبات اللي واجهتها فيها؟ كان صار زمان مش راسم بالأويل بانتينج بالزيت بالزيت صار زمان فيك تقولي أكثر من 12 سنة حتى ما عندي الـ materials ما عندي الماتيريال تبع الزيت لأنه كله أكريليك بس بما أنه بدي أرسم شخص أو بورتريت لازم ارسمها بالزيت فرجعت اضطريت جبت كل الماتيريال تبع الزيت ورجعت بلشت استجمع نفسي تارسم بالزيت وكنت كتير مبسوط انا عن ارسمها لانه فعلا شخص بالنسبه لي انا كان له قيمته وحبيت اني اعبر بالرسم عن هالشخصيه هذه اقدر اني اعطيه حياه لو كنت بتعرفه اكثر او لو كنت بلبنان وسمعت عن بطولاته بنهر البارد وبغيره فرانسوا الحاج رجل على مستوى وطن مش فقط على مستوى قياده عسكريه صح. كنت حسيت انك اسهل بتكون العمليه عليك بالرسم هو يمكن لو المرحوم فرانسوا الحاج بعده طيب وقعد قدامي لايف كنت لسه برسم احسن لانه انا ممكن ارسم ستيل لايف يعني ممكن اطلع فيه وارسمه طبعا ما في شيء بينافس الموضوع هذا ولكن الشيء اللي عملته بعتقد يمكن تنبسطوا فيه انه لانه درست كثير عنه صوره لانه الصوره اللي بس عن ارسمها ما كانت لي كافيه انه تعطيني المعلومات اللي بدي اياها حلو فدرست شخصيته بعده صور حتى جسد شخصيته بهذه الصورة الأخيرة حلو كتير خبرنا شوي عن علاقتك بنادي شباب لبنان علاقتك أيضا بالجالية اللبنانية أنا الحقيقة صداقتي مع توني عيد تعرفت عليه مؤخرا يعني كتير بعتز بشخص مثل توني عيد والشي اللي يعني عملوه لفت لي نظري لأنه منه حزبة ولا له علاقة بطرف من الأطراف اللي عم تتصارع بلبنان فتوني عيد عن شيء اللي كان يعمله أو اللي عرفته بعدين أنه هو بمسافة من كل واحدة من كل الموجودين صحيح بالجالي هون وطبعا يعني يشكر على الأشياء اللي يعملها لأنه فعلا شغلي بتجمع الجالي على أساس انه ما في عندهم مجال انه يختلفوا مع بعضهم مع توني عيد لانه ما في
ما في صراع لأنه كلنا لبنانية لسبب شغلة حلوة. وعلاقتك بالجالي كيف كانت؟ أنا معروف بالجالي لأنه كل اللي بعمله بيتغطى بالإعلانات إجمالا. أصلا كانت بالأول الاس بي اس كان حسام شعبه هو كان مسؤول عن الاس بي اس، كان دايما متابع أعمالي وعلى طول يغطي الأعمال، وين ما أعمل معارض كان يجي مع الصوت يعمل معي مقابلات على طول. فأكثر الجيل اللبناني بيعرفوني يعني كرسام. كمان البعض كانوا يكتبوا بالجريدة بكل الجرائد العربية، يكتبوا المقابلات، يكتبوا المعارض، يغطوها بالمعارض، يغطوا المعارض تبعي كلها. اليوم هل بتفكر كفنان هيك عملت خليط لأكثر من مدرسة بلوحاتك انك تبني مدرسة لتعليم الرسم؟ انا بنيت مدرسة لتعليم الرسم. ما حكينا عنها. عندي 40 تلميذ. حلو. أيوة. وين؟ عندي استوديو جنب بيتي هون. وقبل منا كان صار 6 شهور كان عندنا جاليري اكبر من اللي هلا نحن فيها. كان في عندي استوديو جنب الجاليري. تلاميذي ببلشوا من عمر 12 سنة لعمر 40 سنة، بس أكتريتهم اللي هني university student. عندي كتير حوالي 40 تلميذ تقريبا. حلو. تلميذي أكتر. وهون الفن بعيش مش مثل لبنان، عادة لبنان رسام بيموت فقير. وهون كمان والله مش كل الفنانين بيعيشوا بالمدرسة. يعني فكرة المدرسة هي غير حبك للفن ولأنك يعني تساعد المواهب أنها تنمى أكثر، هو من أجل المعيشة أيضا؟ لا، الحقيقة أنا فكرة المدرسة أصلا بلشت لأني بحب شارك اللي عندي، بحب أني أحكي دايما بالفن، بحب أكون بجو فني. فأنا عملتها مرة ساعة أو يوم او يومين بالجمعه بس. ويعني اكثر شيء الحقيقه اني اتكلم بالفن، احكي، اعلم، عندي مثل موهبه اني احكي مع الناس، جرب ساعدهم، وصل لهم الاشياء اللي بعرفها. حلو. بس اذا بالنسبه للمصاري بس مش هذا هو السبب، لانه اذا هذا الوقت برسم فيه بطلع مصاري اكثر. فانا عن اعملها حبا باني انقل هالرسالة للأجيال الثانية. حلو كتير. أستاذ جورج، هيك شو في شيء بعد تحس ما ضوينا عليه حابب تحكي عنه؟ أنا اللي بقوله أنه الشباب اللبناني والبنات اللبنانيين وكل الأشخاص، بقول بس بوجه رسالة فنية أنه يفكروا بالفن، لأنه الفن شغلة منا مادية، شغلة إلها علاقة بالروح، بالحياة، بكل الأعمار، مش ضروري يكون شاب أو بنت أو ولد، حتى الكبار بالسن كمان. صحيح. لأنه ممكن الفن يعطيهم راحة من مشاكلهم اللي ممكن أحياناً يواجهوها، وأنت مثل ما بتعرف كتير بيصير ضغوطات على الحياة. صحيح. فالساعة مثل نوع من الدف والماء يعني. أيوة. هي راحة، هي مثل بيسموها بالإنجليزي ثيرابي. يعني صح، انت بتروح. ايوه، علاج. الانسان بيروح ببلش يرسم بينسى وين موجود، بينسى مشاكله، بينسى كل قصصه. وانا هيك فعلا بتصير معي، واذا انا علي ضغط او شيء بروح ببلش لوحه جديده. نعم. كمان بتخلي العقل يشتغل على طول. نعم. والانسان بحاجه انه يكون دائما يكون اوير. بحلقه هيك سابقه حكينا فيها عن الموسيقى انها هي ايضا علاجيه، ولكن اليوم تستعمل لأهداف أخرى، تستعمل بطريقة مجنونة حتى بتأثر على الأعصاب. وبما أنه عم نحكي عن موضوع الشباب، قديش بتحس اليوم وسط هالوسائل التواصل والوسائل التكنولوجية وتقنيات الرسم المتطور عبر اللي عم تقدم لنا هي التكنولوجيا، قديش بعد بتشوف في شباب عنده طموح يمسك ريشة ويتخلى عن الهواتف وعن وسائل التقنية الحديثة لحتى يرسم لوحة مثل اللي حضرتك تقدمها؟ أنا اللي بشوفه أنه في البعض حتى بغوغاء التكنولوجيا في البعض بحبوا الرسم. أنا التقيت بكتير أشخاص بالمعارض اللي بعملها،
بتشوفيهم بس يمرقوا ويطلعوا بالصورة بيقفوا ما بيقعدوا يتحركوا، وبعدين بيسألوني أنت بتعلم رسم؟ شباب بنات من كل الأعمار. في كتير ناس بيشعروا أنه الرسم غير التكنولوجيا، هي شغلة بدهم يعملوها بإيدهم، بدهم يفكروا بدماغهم، بدهم بيصيروا يخترعوا، بدهم يعملوا أشياء جديدة، create something جديد. فهذه الأمور بتعطيني سعادة أكثر مع الوقت، وموجودة في كتير ناس أنا التقيت فيهم بعدهم بيفكروا بهالطريقة. حلو كتير. أستاذ جورج نحن نفتخر فيك، شخص لبناني عايش ببلاد الاغتراب، عم بيزيد هالبلد غنى بثقافته وبفنه. على أمل هيك أنه نرجع نشوفك بلبنان إن شاء الله، ويكون لنا لقاء مطول معك. أنا بدي أشكر استقبالك لنا بمنزلك، بدي أشكر حديثك أيضا معنا، ودائما منبر نور الشباب مفتوح لك. شكرا يا أهلا وسهلا فيك. شكرا كثير. نحن هلا رح نتوقف مع هيك فاصل صغير، رح يكون عبارة عن زيارتنا للمعرض تبعولك. يا هلا، أهلا وسهلا فيك.